أعزائي الطلاب، نكمل موضوع السوفيكس في مقرر الميديكال تيرمينولوجي. ميجالي تعني انلارجمنت، تضخم. كارديو ميجالي يعني انلارجمنت اوف ذا هيرت، تضخم العضلة القلبية. شايفينهم بالصورة كيف صاير في تضخم في عضلة القلب. إذا ميجالي تضخم، سبلينوميجالي، أتريوميجالي، أكروميجالي، سبلينوميجالي enlargement of the spleen، إذا تضخم الطحال. أتريوميجالي abnormal enlargement of an atrium of the heart، إذن هو تضخم الأذين. atrium، atriomegaly تضخم الأذين. acromegaly، acro وردت سابقا بمعنى الأطراف، acromegaly تضخم الأطراف أو ما يسمى ضخامة الأطراف، وهو اضطراب ينجم عن زيادة إفراز هرمون النمو من الغدة النخامية نتيجة أورام فيها. excessive enlargement of the limbs، إذن نمو زائد في الأطراف. due to thickening of bones and soft tissue caused by hyper secretion of growth hormone usually from tumor of the pituitary. طبعا مو بس الأطراف تتضخم، أيضا شكل الوجه بيتغير، بتنمى الفك السفلي أكثر من العلوي، وبصير في يعني الوجه شكله منقولي بصراحة. فهذا الاضطراب بنسميه أكروميجالي. الكارديوميجالي ضخامة العضلة القلبية، هو عبارة عن abnormal enlargement of the heart from either hypertrophy or dilatation، إذا إما من عن طريق الضخامة بسبب انتطاط الألياف العضلية، ويعني بتصير ممتطة نتيجة الضغط عليها. كارديوميجالي ضخامة العضلة. أوما بمعنى تيومور أو ماس، كتلة، تيومور، ورم. نيوروبلاستوما ورم الأرومات العصبية، إذن هو ورم في الخلايا العصبية. إذن أوما يعني كانسر، تومور، عادة كانسر. كارسينوما، ليمفوما، جليوبلاستوما، مينينجيوما، أدينو كارسينوما. إذن بس شفنا الأوما يعني ليمفوما. ليمفوما من الاسم، ليمف من الخلايا الليمفية، وأوما ورم. إذن أي ورم سرطاني يصيب الأنسجة اللمفاوية. كارسينوما الورم السرطاني أو النمو السرطاني. malignant new growth made up of epithelial cells tending to infiltrate، ترتشح، يعني بمعنى ترتشح هنا بمعنى تتغلغل بين الأنسجة. surrounding tissue and to give rise to metastasis، هي الكارسينوما النمو السرطاني الجديد أو الورم السرطاني الجديد الذي يصيب الخلايا البطانية وعفوا الزهرية ويرتشح يتغلغل بين الأنسجة. كارسينوما إذن نمو سرطاني. جليو بلاستوما هو ورم ورم الأرومات الجليا، الخلايا الدبق العصبي، وهو ورم في خلايا الدبق العصبي يؤدي إلى ظهور أورام عصبية تصيب كل من نصفي الكرة المخيتين. مينينجوما ورم السحايا، وهي أورام تحصل في عادة في الأوعية الدموية التي تمتد على طول هذه الأغشية، ويمكن أن تغزو الديورال
اللي هو الأغشية السحائية، وتصل إلى الجمجمة وتؤدي إلى انحلال العظم وترقق الجمجمة. إذن مينينجوما الأورام أو سرطان. أوزيز هو abnormal condition، حالة غير طبيعية. أوزيز مثلا keratosis abnormal condition of hardness. keratosis يعني التقرن، شايفين هل الندوبات أو البقع الثخينة من الكيراتين بنسميها keratinosis. osis أي أن الكيراتين يتشكل بشكل غير طبيعي. وهنا atherosclerosis necrosis سيروزز سيانوزز أسيدوزز. شوفوا هاي السيانوزز، سيانوزز ازرقاق رؤوس الأصابع باللون البنفسجي الغامق نسبة إلى الحالات التي تصيب التسمم بالسيانيد، فتسمى سيانوزز، حالة تشكل شبيه مرضية شبيهة بالتسمم بالسيانيد سيانوزز. Atherosclerosis. Atherosclerosis هو تصلب الشرايين. The build-up of waxy plaque on the inside of bladder. إذن هو تشكل صفيحات أو صفائح شمعية أو ذات قوام شمعي داخل الأوعية الدموية. إذن Atherosclerosis هو تصلب الشرايين. نيكروزز هو عملية التنخر أي تموت الخلايا بشكل غير طبيعي ومفاجئ، مثل انقطاع التغذية، انقطاع الأكسجين، انقطاع التروية الدموية. إذن التنخر نيكروزز هو التنخر. is a form of cell injury which results in the premature death of cells in living tissue via autolysis تحلل ذاتي. أسيدوزز من الاسم أسيد، وأوزز عملية التحمضن أو ازدياد الحموضة. أسيدوزز is a process causing increased acidity in the blood and other body tissue. سيانوزز مثل ما حكينا من شوي هي تلون الجلد وخصوصا الأطراف الأصابع بلون أزرق أو بنفسجي نتيجة نقص الأكسجين والتروية الدموية، وتسمى السيانوزيس لأنها تعطي أعراض شبيهة بحالة التسمم بالسيانيد. سيروزيس هو تشمع الكبد. إذن تشمع الكبد هو ما يسمى سيروزيس. سيروزيس is a condition in which the liver doesn't function properly is due to long-term damage. إذن هو نتيجة أو اعتلال الكبد وعدم عمله بالشكل المطلوب نتيجة التعرض الطويل للمواد المؤذية. إذن cirrhosis. بينيا وتعني نقص أو قلة، deficiency قلة نقص. Thrombocytopenia هو نقص في الترومبوسايتس أو نقص في البلاتيليت، نقص في الصفيحات. Osteopenia, leukopenia, pancytopenia, cytopenia. إذن كلها مصطلحات تعني نقص في Osteopenia. Osteo عظم، penia قلة العظم. Osteopenia قلة العظم أو يعني ترقق العظم، انخفاض المادة المعدنية وكثافة العظم. Is a condition in which bone mineral density is lower than normal. إذن قلة العظم أو انخفاض المادة المعدنية وكثافتها في العظم. Leukopenia مبينة
لوكي من لوكوسايتس خلايا البيضاء، لوكوبينيا هو النقص في الكريات البيضاء، a decrease in the number of white blood cell leukocytes. Pancytopenia. Pan بادئة بمعنى كل. Pancytopenia يعني نقص في كل الخلايا الدموية هنا، وهو المقصود فيه نقص في عدد الكريات الحمراء، عدد الكريات البيضاء والصفيحات. إذا pancytopenia نقص في كل خلايا الدم، red, white والبلاتيليت. Cytopenia هو النقص في الخلايا الناضجة، mature blood cell. مصطلح مهم جدا وسيرد كثيرا معنا هو البليسيا. بليسيا بمعنى التنسج أو التشكل. نيوبليسيا condition of new formation. بليسيا تشكل، نيوبليسيا تشكل جديد. وعادة ما يأخذ هذا المصطلح شكل أو معنى أو اتجاه الأورام التي قد تكون حميدة أو سرطانية. نيوبليسيا إذن تشكلات جديدة، أورام قد تكون حميدة وقد تكون سرطانية. ديسبليسيا، هايبربليسيا، أبليسيا، فيبروبليسيا، ميتابليسيا. هلا في عنا شغلة، في عندي فرق بين الهايبرتروفي والهايبربليسيا. بالهايبرتروفي الهايبرتروفي بيتضخم العضو بدون ما يزداد عدد الخلايا، يعني شوفوا النورمال سيلز هون عددها 4. بالهايبرتروفي لما بصير في عندي مثلا ضخامة في عضلة القلب هي بتصير هايبرتروفي، يعني الضخامة ناتجة عن زيادة محتوى البروتينات والمكونات الخلوية بدون انقسام الخلايا. عدد الخلايا مثلا هون 4، بتضل 4 لكن بتصير 4 كبيرة، فهذا بسميه هايبرتروفي. لكن الهايبربليسيا الضخامة تحدث نتيجة انقسام الخلايا، يعني أنا حصلت هون على نفس الحجم من النسيج ولكن عن طريق التقاسم هون أو الانقسام، هون 4 خلايا، هون 3 بـ3 6، إذن ازداد عدد الخلايا. هذا فرق جوهري بين التضخم الناجم عن الهايبرتروفي والذي يحدث نتيجة ضخامة حجم الخلايا وليس ازدياد عددها، وبين الهايبربليسيا والذي يحدث نتيجة انقسام الخلايا أو الضخامات التي تحدث نتيجة انقسام الخلايا وزيادة عددها، أو ما يسمى نيوبليسيا أيضا أو هو الهايبربليسيا. ديسبليسيا، ديس يعني اضطراب، ديسبليسيا اضطراب في التنسج، يشير إذن إلى تطورات وانقسامات في الخلايا الزهرية بشكل غير طبيعي، نسميه epithelial dysplasia أو dysplasia، إذن تشكلات غير طبيعية abnormal. hyperplasia من كلمة hyper زيادة وplasia تنسج، زيادة في التنسج مثل ما شفنا من شوي، بالشكل أن hyperplasia يزداد حجم العضو نتيجة ازدياد عدد الخلايا وانقسامها. الميتابليسيا هو عودة الخلايا إلى الوراء في التطور. شوفوا شلون. ميتابليسيا is a reversible transformation of one differentiated cell type to another differentiated cell type. إذن هو التحول العكوس لنموذج خلوي متمايز يعني منتهي في التطور إلى نموذج خلوي آخر. يعني مثلا خلية تتطور إلى شكل خلوي A. الميتابليسيا هو عملية رجوع الخلية من شكلها A إلى شكل أولي أو سابق، ولتعود وتتطور إلى شكل آخر هو B. وهي الميتابليسيا بتصير نتيجة أزيات خلوية وظروف صعبة على الخلية وتعرض لعوامل خارجية ممكن تكون مؤهبة للسرطانات، مثلا خلية جذعية أو خلية جنينية معينة
بتتطور إلى خلية نسيجية طبيعية نتيجة التعرض إلى مواد كيميائية. هذه الخلية الطبيعية تعود إلى الحالة الجنينية لكن بشكل غير طبيعي لتتطور إلى خلية سرطانية أو خلية شاذة. فهذه العودة والتطور من جديد بشكل مخالف للوضع الطبيعي بنسميه ميتابليسيا. أما بالنسبة للأبليسيا فهي عملية نفي، أي نفي أبليسيا اللا تنسج، وهو عبارة عن يعني النقص في تطور وتشكل الأعضاء نتيجة غياب الأنسجة، الخلايا تكون غير قادرة على التكاثر وتجديد النسيج، مثل ما يحدث مثلا بفقر الدم اللا تنسجي الأبلاستيك أنيميا نتيجة التعرض للعلاجات الإشعاعية عند مرضى السرطان ومثل هذه الحالة. بليجيا، بليجيا تعني الشلل paralyzes. Paraplegia، paraplegia أي شلل الأطراف السفلية مع الجذع، هذا أي paraplegia. Para يعني متناظر أو متجاور، paraplegia. Hemiplegia الشلل النصفي، بنشوف بالشلل النصفي إنه النصف الأيمن أو النصف الأيسر بيكون مشلول. Tetraplegia، تترا رباعي، أربعة tetraplegia. تريبليجيا أيضا كوادر مثل تترا الشلل الرباعي. جلوسوبليجيا، الهيميبليجيا مثل ما حكينا هو الشلل النصفي، شلل أحد جانبي الجسم، يونيلاترال أحد الجوانب إما اليمين أو اليسار. تترابليجيا أيضا الشلل الرباعي. والفرينوفليجيا، عفوا فرينوبليجيا paralysis of the diaphragm، وتشنج أو شلل عضلة الحجاب الحاجز. جلوسوبليجيا paralysis of the tongue، شلل اللسان. إذا جلوسوبليجيا هي شلل. بنيا، بنيا بمعنى breathing. apnea no breathing، A في negation، apnea apnea غياب التنفس أو انقطاع التنفس. sleep apnea، bradypnea، dyspnea، orthopnea، sleep apnea انقطاع التنفس أثناء النوم. sleep apnea is a sleep disorder characterized by pauses in breathing or periods of shallow breathing during sleep. إذا انقطاع التنفس أو تنفس ضحل سطحي جدا. برادي بنيا، برادي prefix بمعنى بطء، برادي بنيا هو بطء التنفس. برادي بنيا is abnormal slow breathing. ديسبنيا، ديسبنيا يعني صعوبة التنفس أو قصر التنفس. shortness of breath is feeling like one cannot breathe well enough. إذا الواحد بحس بضيق نفس وتنفس بيشبه اللهاث. الأورتوبنيا، أورتوبنيا، أورتوبنيا وهو ضيق النفس في وضعية الاضطجاع. إذن الأورتوبنيا هو ضيق النفس في وضعية الاضطجاع، بينما البلاتيبنيا هو ضيق النفس عندما يكون الشخص standing أو sitting، وإنما يحصل تحسن في النفس عندما يكون الشخص في وضعية الاضطجاع. إذن الأورتوبنيا والبلاتيبنيا مفهومين متعاكسين. توزز، توزز بمعنى dropping أو سقوط. إذن توزز dropping أو سقوط أو هبوط. بليفارو توزز مثل ما شايفين هبوط أو سقوط أو تدلي الجفن. بليفارو
توزيز، هذا هي البليفاروتوزيس، سقوط أو تدلي. غاستروتوزيز، نيفروتوزيز، فيسيروتوزيز، أبوتوزيز. أبوتوزيز، أبوتوزيز مصطلح مهم جدا، وهو يعني falling off، ويستخدم للتعبير عن ما يسمى الموت الخلوي المبرمج، وهي عملية مهمة جدا في الفيزيولوجيا، في الفيزيولوجيا المرضية، في السرطانات، في علاج السرطانات، في كثير من القضايا. هذه العملية مهمة جدا جدا. إذن apoptosis أو process of programmed cells، تموت الخلية وفق برنامج محدد وتحرر مواد كيميائية معينة وشلال من الإشارات الذي يقود إلى تموت الخلية. وهذه العملية قد تكون فيزيولوجية وقد تكون أمراضية. gastroptosis هبوط المعدة، وهو تحرك المعدة من مكانها وهبوطها تدليها إلى الأسفل. nephroptosis أيضا هبوط الكلية أو يسمى بالكلية الطافية، وهي اللي بصراحة بتهبط الكلية أو تسقط في تجويف البطن أثناء الوقوف والحركات السريعة. تثبت هذه الأعضاء بالأحشاء المجاورة وبالأنسجة الدعامية يكون ضعيف. فيسيروتوزيس أيضا نفس الشيء، هو تدلي أو غوص الأعضاء أو الأحشاء في البطن تحت مستوى تواجدها. ريج بمعنى انبثاق أو قوة تدفق. فلما بحط هيم بمعنى الدم، هيموريج معنى هيموريج تدفق الدم أو النزف، bursting force of blood انبثاق الدم، قوة انبثاق الدم، هيموريج إذا تدفق الدم. تراخيو ريج مينور ريج. تراخيو ريج النزف التراخية، النزف في التراخية. bleeding from the mucous membranes of the trachea is a نزف الأغشية المخاطية في التراخية. بينما المينوريج هو زيادة النزف أثناء الدورة الشهرية عند الإناث، وهي menstrual period with excessively heavy flow and falls under the larger category of abnormal uterine bleeding. إذن هو شكل من أشكال النزوف الرحمية الزائدة أو الشاذة غير الطبيعية. ومينوريج نقول أن مينوريج لما يكون في نزوف طمثية زائدة عن الوضع. ري بمعنى ديسشارج أو سيلان. سيلان نعم. أوليغومينوريا scanty menstrual flow، يعني في يكون في سيلان بسيط، سيلان طمسي بسيط. أوليغومينوريا سيلان طمسي بسيط. دياري برونشيري رينوري سيلوري هايبر ساليفيشن، سيلان اللعاب أو يدعى كذلك بتيالزم أو سيالوري. سيالوري أو بتيالزم excessive production of saliva، إذن سيلان اللعاب أو زيادة اللعاب. دايري الإسهال. دايري هو وجود liquid boil movement أو loose liquid boil movements، لما يكون الشخص عنده إسهال، والإسهال هو الدخول إلى الحمام لعدد لا يقل عن 3 أو 4 مرات مع وجود براز سائل. برانشوري هو production of more than 100 ملليلتر per day of water sputum، هو سيلان القصبات، يعني بيكون في عندي أنا إنتاج ما يزيد عن 100 ملليلتر من المخاط أو القشع المائي في اليوم.
رينوري سرطان الأنف، كلكم تعرفون هذه القصة. في الشتاء على الهواء البارد أو على الرشوح أو الرشح أو الجريب الفلو بصير عندي رينوري، وهو سيلان المخاط من سبازم. سبازم يعني تشنج، sudden involuntary contraction، تقلص غير إرادي مفاجئ. برونشوسبازم، تقلص القصبات الهوائية، وهذا ما يحدث عند مرضى الربو. كارديوسبازم، انتبهوا للكارديوسبازم في عليها لغز هلا بنحله. انجيوسبازم انتر كارديوسبازم، كارديو وكاردي قلنا قلب، وكارديوسبازم ممكن يتبادر للذهن في البداية انه تشنج القلب. هذا الكلام غير صحيح، لأن القلب بس تشنج خلاص وقف بالنهاية، ما في شيء، ما في مفهوم اسمه تشنج القلب، بصير في بصير توقف القلب. لكن هون الكاردي هي المقصود بها العضلة المسرة للبطن المعدة، عضلة أو مسرة الفؤاد. ولما نقول كاردي سبازم المقصود بها هي تشنج عضلة الفؤاد. A failure of smooth muscles fibers to relax, which can cause a sphincter to remain closed and fail to open when needed. إذن تشنج مسرة الفؤاد، حيث تتقلص أو تتشنج عضلات المسرة وتمنعها من الانفتاح في حين الحاجة إليها. أنجيوسباسم، أنجيوسباسم، أنجيو يعني وعائي. أنجيوسباسم تشنج الأوعية، أو فازوسباسم. فازوسباسم refers to a condition in which an arterial spasm lead to vasoconstriction. إذن أنجيوسباسم تشنج الأوعية، والذي يؤدي إلى vasoconstriction، تقلص الوعاء وتضيقه. Laryngospasm تشنج الحنجرة، وهنا يحصل تشنج في الحبال الصوتية أو في العضلات المتحكمة في العضلات في الحبال الصوتية. Pharyngospasm هو تشنج عضلة البلعوم أو عضلات البلعوم. والانتيروسبازم هو تشنج عضلات الأمعاء، أو ما يسمى بالقولنج المعوي، أو التشنجات اللي بتجي على شكل مغص في البطن. بهذا الشكل نكون قد أنهينا القسم المخصص لهذا اليوم من موضوع